أهلا مجددا مشاهدينا الكرام. تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة بسبب العقوبات التي فرضت عليه من الأمم المتحدة في العام 2006 وحتى نهاية 2015، وما يعيد شبح هذه الأضرار قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي والتأكيد على عودة العقوبات الاقتصادية. المزيد من التفاصيل عن الاقتصاد الإيراني قبل وبعد الاتفاق النووي الدولي في العرض التالي. معدلات البطالة قبل عام 2012، وهو العام الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بجانب عقوبات 2006 التي فرضتها مجلس الأمن والأمم المتحدة، تراوحت حينها بين 7 و8%، بينما بلغت 60%، وبحسب البيانات الرسمية فاقت 14%. معدلات التضخم تجاوزت 45% بين عامي 2011 و2013، ليتراجع إلى 13% بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 2016. منذ عام 2006 وحتى 2012 لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية $1.6 مليار لتستقطب طهران نحو $12 مليار بعد تنفيذ الاتفاق النووي. الرئيس الإيراني توقع مضاعفة الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى ما بين 30 و50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. طهران توقعت بعد الاتفاق النووي الإفراج عن $32 مليار من أموالها المجمدة في الخارج والبالغة $100 مليار. العقوبات الأمريكية خفضت إنتاج إيران من النفط إلى 1,200,000 برميل لترتفع بعد رفع العقوبات إلى 4 ملايين برميل بنسبة 14% من حصتها. معدلات النمو انخفضت لمستويات ضعيفة جدا بلغت 7.7% في عام 2012. في عام 2016 ارتفع النمو وسجل 12.5%، إلا أنه عاد وانخفض في 2017 عقب تولي دونالد ترامب وسجل 3.5%. انخفاض الناتج المحلي الإيراني إلى مستويات قياسية عقب إقرار العقوبات ليعاود الارتفاعات مسجلا $425 مليار في 2017. شركة الخطوط الجوية الإيرانية طلبت 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من إيرباص و80 من شركة بوينغ الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي: من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عباس خاميار، الخبير في الشؤون الإيرانية من طهران. أهلا بك سيد عباس. بداية، ما هي التأثيرات المتوقعة لديكم من الخروج بسبب خروج أمريكا من الاتفاق النووي الدولي اقتصاديا نتحدث؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة يجب أن نعترف بأن هناك ستكون ربما نوع من الإحباط من الناحية النفسية على الجانب الاقتصادي في إيران، بسبب بأن الأمور كانت تسير نحو بالرغم من الضغوط الأمريكية على الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران في السنوات الثلاثة الماضية، أي التوسيع على الاتفاقية، ولم تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني التزاماتها، بالرغم أن الإيرانيون كانوا ملتزمين بكل بنود الاتفاقية حسب التقارير التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة النووية أكثر من طيب خروج امريكا فقط، ولكن الضغوط على المؤسسات الماليه والبنوك كانت متواصله، ولكن بالرغم من ذلك كان هناك تحسن كبير نسبي في الاقتصاد الايراني بما يتعلق طيب في الاقتصاد الايراني. الاقتصاد الايراني سيد عباس، هل تسمعني؟ الاقتصاد الايراني الى اي مدى سيتاثر بخروج امريكا فقط من الاتفاق النووي الدولي، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يتجه للبقاء في هذا الاتفاق كما أعلن منذ يومين، والتصريحات التي تتوالى تباعا من الدول الأوروبية، وبالتالي
هل أمريكا كفيلة بحصار إيران واقتصادها، أم أن الشركاء الآخرين كما أعلن أيضا من قبل مسؤولين إيرانيين ربما يستطيعون حينها أن يصدروا البترول ويحصلوا على المواد التي يريدونها، وبالتالي التأثير الأمريكي لن يكون كما كان في السابق فيما يتعلق بالعقوبات الأممية في 2006 والأمريكية والأوروبية في 2012؟ نعم، هذا يعني الحقيقة يطلب حديث طويل، لأن أولا الإيرانيين لهم برنامج بما يتعلق ب يعني تجربة كبيرة، لأن العقوبات كانت مفروضة على إيران مثل منذ 4 عقود، فالإيرانيين استطاعوا ببرنامج عمل معين أن يستغلوا هذا الوضع لترتيب الداخل ولتطوير الصناعة الداخلية والإنتاج الداخلي، وفي نفس الوقت هناك طرق عبور واللف على العقوبات. النقطة الثانية وهذه الأهم وهي أن في ظل الاتفاقية هناك اتفاقيات عظمى بين إيران والجامعة الاقتصادية وبين وقعت بين إيران والدول الأوروبية. الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي حريص لمواصلة هذه الاتفاقيات وتنفيذ هذه الاتفاقيات من الجانب من الحصة الكبيرة التي ربما يريد أن يحصدها، والجانب الثاني جانب أخلاقي، وهناك ماء الوجه الأوروبي. طيب يعني سيد عباس، منذ قدوم ترامب إلى السلطة والرئاسة في أمريكا، وأنتم تعلمون والتصريحات التي تتوالى تباعا بأنه يريد الخروج من هذا الاتفاق النووي، وبالتالي ما هي استعداداتكم، ما هي خياراتكم الأخرى للحيلولة أو لمحاولة إضعاف هذه العقوبات الأمريكية؟ نعم بالضبط، هذا السؤال وجيه وذكاء قوي، لأنه منذ تهديد ترامب بأنه سيمزق الاتفاقية قبل حتى فوزه في الانتخابات الأمريكية، وكان إحدى المواد الأساسية لحملته الانتخابية، منذ تلك الفترة الإيرانيون كانوا يدرسون خيارات متعددة لكيفية مواجهة هذا الخروج الاحتمالي آنذاك، ومن هذا المنطلق تصور درسوا الموضوع بعناية فائقة يعني دقائق الأمور. طبعا هناك الأمر يستلزم لماذا ستعمل أوروبا بعد أسبوعين ثلاثة، كما تحدث الرئيس الإيراني ليلة أمس بأن المحادثات ستتصل مع الأوروبيين، وهل هم باقون على عروعاتهم، وهل هناك ربما دوران وناس آخر ممكن؟ طيب هل تستطيع إحياء هذه الاتفاقيات أو أن الأوروبيون يخضعون للضغوط الأمريكية؟ هل برأيك أن إيران ستستمر في محاولة رفع إنتاجها من البترول بعد هذه العقوبات المحتملة من أمريكا؟ وهل الأسواق ستستوعب الإنتاج الإيراني؟ نعم، أنا أتصور أن الأسواق بحاجة إلى النفط الإيراني، وخاصة يعني شرق آسيا واليابان والصين، وهذه نقطة أهمية. ولكن يجب أن نعرف أخي الكريم بأن الإيرانيون يعني خلال السنوات الماضية وفي ضمن الحصار الحقيقة هم لن يتكئوا على النفط، نسبة النفط اتجاه النفط جاء يعني بأقل حصة على مدى العقود الماضية أو على مدى تاريخ إيران، يعني أقل من 50%. أتصور بأنه 30% التعويل على المدخول النفط، هذه نسبة تعتبر أقل نسبة في لكل الدول المنتجة للنفط، خاصة في الشرق الأوسط والأوبك، وهذه نقطة. اتضحت الصورة، شكرا لك، أشكرك على أي حال. أعتذر منك لضيق الوقت، سيد عباس خاميار الخبير في الشؤون الإيرانية كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا جزيلا لك. ننوه مشاهدينا الكرام بأننا نبث هذه التغطية مباشرة على صفحة الجزيرة المباشر والبورصة على فيسبوك وتويتر، ويسعدنا تلقي الأسئلة والاستفسارات الاقتصادية والاستثمارية، ونحن بدورنا سنحاول الإجابة عليها. بعد الفاصل نتعرف على التعليقات، خياراتكم العقارات أم الأسهم في الاستثمار؟
نتابع التعليقات ونبدأ من عدنان يختار العقارات في حال اختار أصلا الاستثمار، أما يوسف العقارات بالطبع برأيه، فيما يقول محمد عن تجربة العقارات أضمن برأيه من الأسهم. علي محمد العقارات زائد الأسهم. وماكس يقول استثمار العقارات بطيء في فوائده لكن أضمن بكثير من الأسهم. حمزة العقارات لأن أسعارها في تزايد مستمر. أشكركم متابعينا فيسبوك وتويتر، الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء في الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. من قلب الدوحة النابض انطلقت مسيرتنا، خيارات مختلفة عبر مساحات من الجمال والإبهار، فرص لا تنتهي من العقار. نسوق ونستثمر عبر أحدث التقنيات من خلال ثقة شركائنا في أسواق المال. نلتزم ونحافظ بمبادئنا العربية والإسلامية، نواكب ونتطور عبر حلول تكنولوجية عصرية. دلالة القابضة، الثقة والابتكار.